صباح الخير، ايه الصوت ده؟ ليه صوتنا بيتغير الصبح؟ هغسل وشي واجيلكم. تعالوا بقى النهارده اقول لكم، طبعا صوتي لسه مغير فواحده واحده كده هيفك. انا النهارده ورايا جيم وبس، والفيديو ده انا بعمله ده. طبعا زي ما قلت لكم بفطر جبنه قريش وطماطم بخيار زي المره اللي فاتت، وبيضتين اومليت في الرغيف كده بس. بعد كده هستنى نص ساعه واروح الجيم واحاول اصوركم شويه في الجيم وبس، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه في باقي اليوم. الذي يبدو مختلفا هذه المره لانهاء هذه الازمه. بدايه تحية. انا جيت خلاص، خلصت الجيم، خلصت الشغل بتاعي، خلصت القهوه. بما اني ان كل يوم شبه بعضه وبدور على شغل وبعمل انترفيوز، فانا عايز اكسر الروتين ده. في زون كده بتخشها اللي هي زون الاكتئاب، فانا عايز اكسرها، انا مش عايز اخش فيها، فاهمين؟ فانا قررت ان انا هنزل لوحدي وابسط نفسي واروح مكان انا بحبه واغير الروتين ده واقوم البس دلوقتي. ده كده الاوتفيت اللي هنزل بيه. قررت ان انا هروح سيتي سنتر الماظة لوحدي، مفيش حد معايا، واروح اقعد لوحدي وامتع نفسي. طيب انا كده قاعد، انا النهارده جمعتكم عشان مش فاضي بكره. عارفين الأغنية بتاعت عسل شافعي واللي هو كان بيقول أمتع نفسي ومش عارف أخرج نفسي والحاجات دي؟ حاسس إن أنا بعمل كده بالظبط. طبعا مش متعود إن أنا أصور قدام الناس دي كلها، بس دي ستيب حلوة إن أنا أتعود عليها. المهم عايز أقول لكم إن الموضوع مش سهل طبعا إنكم تتعودوا عليه وإنكم تنزلوا لوحدكم وتقضوا وقت لوحدكم، بس لازم تعمل كده، لازم تفضي دماغك، لازم تقعد تتكلم كده مع نفسك، انك مش دايما هتعرف ترتب حياتك وترتب الافكار اللي جواك دي وانت قاعد مع حد او حتى حواليك. لازم كمان تقدر تعتمد على نفسك، ما تعتمدش على حد، تعود نفسك على كده دايما عشان على طول الناس بتروح وبتيجي، فلازم تقوم نفسك بنفسك ولازم تعمل الفكره دي. انا هقعد شويه اسمع شويه اغاني كده وشويه كده هقوم اكل. حاليا كده انا مستني الاكل، طلبت من هارت اتاك ساندوتش اسمه فاير هارت اتاك، هجيبه واقوله. انا هو كده جبت الاكل. انا
دلوقتي مروح كده. لا بصوا الموضوع جامد لازم تجربوه. انا روحت اهو وحاسس ان انا مبسوط، حاسس ان انا مودي متغير، الروتين بتاعي متغير، ان انا قعدت لوحدي ومش محتاج حد يقعد معايا او اعتمد على حد او اسند على حد. لو سمعت صوت غريب فده ليه؟ بصوا عمال يلعب نسيبه دلوقتي في حاله. المهم لازم تجربوه، ولو حد جربه لازم يبعت لي يقول لي رأيه ايه اللي حصل وايه الاكسبيرينس بتاعته. بس كده ممكن اقوم اشرب حاجة وبعد كده اقعد اذاكر شوية انجليش او جرافيك ديزاين. مينفعش تعدي يوم غير لما تستفاد بيه حتى لو 1% من اي حاجة. لازم تعمل كده كل يوم، على اخر الشهر هتلاقي انك استفدت بكمية حلوة، فلازم تعمل ده.